كإعلامي إيه مواصفات الضيف المثالي بالنسبة ليك؟ اللي يتكلم على طول لوحده، يعني تلاقيه على طول بيطلع كل حاجه ويبقى نسبه كلامك معاه قليله جدا، مجرد انت تسند معاه تسال السؤال تحس ان هو جاي عايز يطلع حاجه، فده ما بيحتاجش اصلا منك سؤال، بالعكس يعني بيحتاج ان انت بس ايه تدعمه في طول ما هو ماشي في المشوار. ده بيبقى اسهل واحد، اصعب واحد اللي مش هتطلع منه حاجه، اللي هو بيبقى بيقول بيرد على قد سؤاله بس وما بيكملش. هو بيبقى جاي على ماده معينه، يعني جاي على مكان هو فيه وهو عامل حسابه ان هو ما يقولش ولا حاجه على المكان اللي هو فيه، فبيبقى هو اخذ قرار انه يطلع في توقيت غلط، في نفس التوقيت انت هتتحسب عليك انك جبت الراجل ما عملتش اي حاجه، ما ردش على اي حاجه. امتى ممكن تقاطع الضيف وامتى ممكن تقرر ما يطلعش معاك تاني اصلا؟ يعني انا ما يطلعش معايا اصلا دي ما حصلتليش، اصل ما يطلعش معايا اصلا دي يعني توصل هتبقى معتقد مثلا ضيف تجاوز في حقك، ضيف مثلا اتعامل معاك بشكل غير لائق، ودي ما حصلتليش لان ما بسمحش بيها، يعني ما رحتلهاش ولا اسمح ان انا اتجاوز في حق ضيف، يعني الضيف اما يشيل الحدود بالشكل ده تبقى انت بقى رحت له كم مره ببواخه فهو رد عليك، فما حصلتليش ان انا ضيف قلت انا ده مش هيطلع معايا تاني، يعني ما دي ما صدفتش. يعني اقطع الضيف لما احس ان هو طول في حاجه انا مش مقتنع بيها. بتخش تقطعه بقى بس طبعا من غير ما تحاربه. لازم دايما تقاطع الضيف في دايما احنا بنقول كده في الزيرو بوينت، يعني في اللقطه اللي هو بيعمل فيها سكت مهما يكون، ما اقدرش ان حتى لو انا مش مقتنع ان انا اقوم داخل عليك وانت بتتكلم فيها برضو عدم تقدير بشكل كبير.